أنا أحمد، عمري 28 سنة، ولد حومة شعبية. نحب أمي برشا ونحلم نفرحها ونخليها فخورة بي. صحيحة خرجت من القراية وأنا صغير، ورغم صارولي برشا مشاكل في الحومة تيتيش متاع صغر ماكم تعرف، أما عملت أكثر من فورماسيون وصاحب صنايع، عملت إكسبيريونس وخدمت عند برشا صنايعية. أما الدنيا غلات والخدمة نقصت، يا أخي طردوني ولقيت روحي بطال وأمي تعطيني في حق عودي، وبديت ندخل في ديبريسيون. لين النهار من نهارات نوقز التليفون وسمعت بجمعية فاس تونيزي اللي تخدم على برنامج مشروع إدماج اجتماعي ومهني بالشراكة مع مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي اللي شجع على بعث المشاريع، وقررت نشارك. صحيح أنا 7 سنايع وأنا ضايع، كملوا سمعوا بي أخواتي وأمي ومبروكة جارتنا وضولي الإلكتريسيان بتاع الحومة، أحمد باش يحل مشروع. وبدأت الأفكار والاقتراحات تهبط عليا كلمتها. حل حداد ما فماش في الحوم، انتي مامي كانسيا زادة صنع ذهب، فك عليك من صنايع حماس وانتي مرتاح، حانوت ملاوي هو الحل. حرت زعمة كيفاش نختار فكرة مشروعي وكيفاش نبدأ؟